الهيل وبحرها طيرة بينا حل تعجبني عنابة وتحيا عنابة وفي من مطروها تحيا نسو ظهراس شوف لكم اللامبولات اللي عملوهم شو تقول فيزا تقول شمعة شو قاعد تشوفوا شو اللي خدموهم شو تقول شمعة حلابة يا حلابة شفتوهم لي زامبول هذوكم اللاد اللي عاملينو تقول شمعة شمعة خير منو خدمة تاع شوشان ظلمة تقول ظلمة على بالك تشوف هاي المحروقة هاي تحرقت تتحرك في وجه العدو كما يقولوا بروجيات جدد ها محروقين قاعد تشوفها يخدمها بعد المويل وما يعاودوا يكونتروليو الخدمة تاعو امبولا صاحبي تقول شمعة سبحان الله فاكتيريا سي بون خلص عليها خونا سي بون ايه شوف الظلمة تقول ظلمة راني مشعل الواحد الفار برك راك تشوف راني مشعل الفار اللي فيه كاين واحد الحفره واحد الترول هنا ديما نعدي عليه والله غير تشوف نصورها شوف هاو معدي غير بيطيح تشوف هاو والله غير نصورها هذه ديما نعدي واحد ديما ينعت اخدموها يا شوف شوف نخدموها بالك اونفان ايه ها هي ديما نخدموها ها كانت وحده كانت حطبة هيا بيان كي خدموها ديما نعدي نلقاها قلت نصورها هاي ونيوم خدموها صافا خويا ناشي هي وبحرها طايرة بينا حل تعجبني عنابة وتحيا عنابة وفي من فتروها تحيا نسو ظهراس خلع الله عين سنابا الله الله عليكم تيجي كلامي وعلى ناسي وجيراني هاي محروقة ده شفتها مخدومة جديدة برك هذه ها اللاد اللي عملوا شعيطوا له شي باش مسؤول عليه والله الوحده تاعو تكون لونغ ديري الوحده تاعها شوف في ست حرك ها
هاي محروقة هذيك. هنحسبوهم مش تحب نحسبوهم؟ شو هذي محروقة ها؟ شو؟ او اسطنبولي لهنا شو شان دي شنو لهم ربع بسكليتات ها او شخدم عندنا من هذا الشهر خدم غير ربع بسكليتات هاك شوف هذا البروجي تاع شو اسمه هذا شو الطريق مكسرة لهنا مكسرة تاع ابن عطية شوف تقول لك فيها تقول خدمها بصوابعه مش بالماشينات هاك شوف لما مازال يركع لهنا شيبا شتي كيف الطوموبيل كيفاش تدوح دور بها دور وحدها على ناس جيراني وهن الجدو لحساني ايه عالنبع ايه الحلبع يلا 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 هذه خدمها هذا شو بركه مازال تخدم خدمها شو شاف الماء مازال هذه خدمتها اخويا تاع خنش لجي يشوف الخدمه تاعو اخي خلصتي روح في لي في الخدمه تاعو عيطوا له ها خدمها وراه خلى الماء مازال يركع شوكش منبوش يا صديبا ها او ضم محروق كامل تاع لاكونا شفتوا الضو ها ضو ماشي عندك تحرقوا كله اخي مشكله شو ضو كل تحرق لي يعني تراك والله ابو خدموك غير ابو شهر هاك تشوفوا ابو ماشي على يا اخي مشكله جا هاك تشوفوا لا كولون ظلمه طلع مي سبارتو ها يا فاكتيري ها كل مطفيين ها يا اخي مشكله اللي قلت لك راهم ندير شمعه 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 تحركت هذيك هي جابت نهارين وتحركت ها هاك تشوف ها لا كولون كلها ظلمه ها شفت الوالي خويا شوف عيط له عيط له يخدم البروجي هذا عيطوا له عيطوا له ضو كل طافي انا شهر برك مني شعل وش بيه مادام اللونغ ديالي تاعهم قدام ولا سطو قديم هذا شي با هاي شنو تولي امبولا شعل هاي عباد ربي فهموني هذا هذا وبعد يجي يقول لك الجزائر مش ملاحه ملاحه الجزائر شوف فيها القرطوع شوف امبولا عنها برك 100 سنه وهي مطيشه حطها فاكتيراها ها الضو ما كانش هام الاخرين مازالوا شاعلين شوف حتى الضو تاعو اصفر شوف شوف الضو كيفاش داير ها لهنا ها شوف كيف اللون تاعو كيف اورانج تقول ما نعرف رايحين شوف كيفاش الضو تاعو شاعل شوف تبقى تصورها في الضو وقول لهم حكايه لهنا لقاو القرطوع بزاف يا عنابه لهنا شوف امبولا ماشي على يا جدا بعد يروح يقول لك في خاطر عنابه في خاطر الجزائر 1 2 3 فيفا لاجيري هاي 1 2 3 فيفا لاجيري تاعكم هاي امبولا محروقه ها شفتوها 1 2 3 فيفا لاجيري تاعكم هادي تاعكم ها شوف النوعية تاع الضو برك تبين لك ها والله غير تصورها ها شوف تقول شوفها كيفاش دايرة اورانج تحرق هاي تحرقت ها هاي طفات شفتوها هاي طفات ما قلت والو ها هاي طفات تحرقت ها تحرقت يا جدا دوما المطلق بهم كل دوما لي بروجي تاع شوشان يخدمهم الكل يجيبوه بالوعد عيط لصحابو عيط لصحابو اللي يخدمه هو يحب الضو يحب اللاد هو قال لهم كاين ان بروجي دو 100 مليار 492 مليون دينار الجيريان لي بروجي جايين اه تاع حانوت تلقاهم الضو شاعل ها تبين تاع الحانوت الضو يا سبحان الله ها تشوف تاع الحانوت راه هي تاع الحوانت هما مضويين الدنيا تشوف هاك بين لك النوعية تاع لي بروجي اللي قاعدين يخدموا في عنابة الضو تروطوار بوبالات حاجة ما تصلح وتلقاهم يخلصوا كله لي كانيفو
في خاطر العنابة. الغربة. ها عادل تاع هانوفر صحيبي عادل في خاطرك اخويا عادل. ولدك حمود اسماعيل هاي يا اخويا ليك ديريكت ليك لهانوفر اخويا هاي الالمان هاي وجماعه كل يتفرجوا كل عنابه باري بارتو بارتو او بارتو في كل مكان في العالم هاي حتى في الجزائر هاي. هم حلوك الضوء جدا شوف الضوء ما يشعل على بالك سي بون صحيبي مش نورمال. هنا شوفوا شويه دقله هاي خايا هاي لامبول هذو والله غير شاف لامبول هذيك تحركت ها راح تتحرك هنا في الليليزا واللي كانت شمال هنا شكل لامبول والله غير نصغرها. السلام عليكم. نسقسيك على لامبول هذه وقتاش حطوها وقتاش طفات كيما شعلوا راني شعلت هي في يوسف كيما قلت لي كم وقت من وقتها هي كيما كان لا اليوم هي وقتها حطوها هذه لامبول وقتها بدلوها بدلوها عندها واحد ما نقول لك سمانه ما نقول لك 10 ايام كيما كان هذه سمانه 10 ايام لا والله كيما نقول لك ورس خويا تحب تقول حاجه ابعث ميساج اسمع دم هذه المقاولين في القوا والجزائر والعنابه هلكوها حبوا تقولوا ميساج هكا بسمه تبوا تبانوا تهدروا نورمال صوتكم اللي عندها سمعنا 10 ايام باش نكونوا الواقعيين صح انا ولا شعرها صفر وقال لك تكون عاودهم كل بيد حمراء ها اهدر والله خير اسمع والله شوف يعني والله تبعوها مع بالك دم المقاولين الغشاشين سيتو تاع الضو يوم الصحراء متعمي يوم مش عايش غاليين كاملة هم مش غير هذا هاري الكاميرا ثم هذا بروجي عنده سمان اسمعني عدت ما نصدقش انا عنده سمان اهدر معايا اهدر انتم عدت اني نصور او الميساج يلحق للوالي يمكن الالجي اني عدت ما نصدقش على بالك اني نكذب انا تكس انا اعرفك ما نعرفكش كنت عندنا انا معدي كنت حاط طبه بين قريت احكي لي على الضو هنا هاي سمان الضو هذا والله سمان صح سمان سمان ان سمان سمان ها ما كانش الضو على بالك راكم كل محل وقال لكم هذه محروقه يعني مش هو اهدر اهدر لا هذا مش يعني مش طافي محروق الريالي هما بعد يخدم من الكونتاكتير الحكايه من هنا ريت تحرق لي فرجي داروا بلازما ما تصورنيش اقسم بلازما شاري 10 ملايين والله هما وبيري صدقوا قلت تحرق لي قال لي قلت اعطيني لافيش رحت سونال قال يا اخي عنده لافي كامله والله ما عم بالي يا جاي انا صورت ديجا رحت انا شفتي جاني كنت نضرب طوموبيل لازم نسقسيك فاك تروح ريكلاماسيون تاع هذيك تيلي ولا لا هضر برك نعرف قوانين احكي لي يودي بالعقل او تليفون ما صورنيش ما صورلكش هاي يا خويا هاي قلت لهم هاي خلي سيدي كيما درت اعطيني لافيش تاعي بلي ريكلامات برك قلت من مدوش شكون هذا من تاع الغاز مش شكون يخدمها بالضوء هذا حبيت نعرف برك هذا شكون هو المسؤول عليها يا المقطع لك بلدي يعني اسمنا شو شان هو ديتوها دفعتوها ما لباليش اخويا هاي الخدمة تاعو ها هو قال دفعتوها بركة وين دفعوه وين؟ هكذا لا نحكي الحقيقة هاي البروجي تاعو هو قال لك عنا بنقلبها كلها لاد هنا نقلبها لاد ها دورها وقول له يداوي يسمع هاك تشوفوا ناس هاي يا خويا حسبوها هذا شوشان على بالك في اللي قالها باباها عناب يقول لك اني نخدم قال لك قداش بروجي تاع قول لهم غير سيني ولي بالك على بالك قداه دوموندا 100 مليار و 492 مليون قال لهم 77 بروجي جو بونس في عنابه باش نخدم هذا شوشان دوك مطيروه طار مي لي بروجي تاعو القدم راهو يحاسبوه انا حب او سيد راهو تفرعن خويا وش يا عدنا الزكي يا اسمع والله يا واحد ما تخافش سيبون سلام قول اهدر انتك قابضها قول لي يا بركاي هيك معمر شكون انت لي تونسي ها وش لي تونسي نسكن هنا انت تونسي يا خويا وش انت اللي تحكي عن نبي يا اهدر اخويا تونسي ولا عنابي المهم انك عايش لهنا وش قاعد تشوف الحالة انا الضوء تسمى تشوف السيد وش يعني شاهد انه الضوء يبني انا بصلاح على النادي انت النادي سيوة تعمتك اي والله احكي بك والله وش كان عشان بالضوء ده يدوبنا ما بديش بيها سكوبان ولا لا
كياري كامله وقال لك سمانه من يحطوه الشيخ سمان انسمان بركة كان هنا شوشان كي حطوها سمانه في كي خدموه في ترتيعوهم كان هو في ترتيعوهو هو فضت حكايته ها راك تشوف ومازال طامعه راك تشوف عنابه كامله ظلمه شوف كالونغولا صورها لامبولا قدامها هذا كرتي فارغه ضوء ظلمه كيف كيف قلت فارغ شوفها شوف كالونغولا شوف تقول ما نعرف الحاصل هنا انا في اللي زال هنا هكذا شنو سقسي الجماعه لهنا اي والله العظيم دوك انا السلام عليكم حاب تقولوا حاجه ميساج يصور في اللي كرتي تاعنا بحسب الضوء واش قاعد تشوفوا فيه انتم الضوء لهنا واش ناقص هضر لي قول احضر وشاهد شاهد من اهلها يقولوا الحقيقه سبحان الله شمعه تحب تبان تهضر اهضر بان ها قول هذا صوتك على الحسري ها روح ها هو خويا الدرابو تاع الشهداء ها هو البراج ها هو ها روح من نحكي لي هاي وقت حطوهم لي زامبول هذوما هاي اهضر هاي 1900 وفركت شنو فركت هذا فركت ما كان بعيد خلاص انا مسمعنا قلت لي هذا مسمعنا عم حلوين كلك شوف ايش قاعد تشوفها كاين والو لا ضو لا والو ثم الدنيا كلها ظلمه مال الدنيا ظلمه والله الدنيا ظلمه ظلمه تظلم في وجوههم هاي السلام عليك هاي يا خويا وا صديقي سي بون سي بون عنابي عنابي قول لي بالاخر هاي عنابي هاي ها بتقول لي تونسي عنابي هكا واش احكي لي ولا صعب تو كاين انا نقول لك شنو هنا نبار وما فيش على القاوي نهضروا الحق كيما البارح والبارح اليوم يطفي الكاميرا نهار يمكن كش حاجه ما باليش انا كاين ما فيزيبل الفكره ما بك وجات غير هي بركه نخلو نحكيو لك على مين شوف الدنيا نادر يوم كش طفي كامل هو ايه هو كامش علينا هي استنى لا ما تقول ليش خويا شو اسمع اول هي شعلين هي مظلومه اه ربي سهل اخويا لي جيب لي فيزيبل تاعو هاي ضوي بالتاع الحوانت ها السلام عليكم واش هربت نجيك يا رواح السلام عليكم احكي لنا شويه على الضوء على على الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها هنا تاع البلديه ولا ما على باليش الضوء هنا واش قاعد تشوف تبان تهدر انت تقول حاجه اهدر هاك هاد مثل الانطباع تاعك ما كاين حتى تقدم في العنابه كان والو غير نخدموا في حتى شيء طرق في حاله الضوء ما يشعلش العين ما نحكيوش كارثه ما سما هذا الضوء نورمالمون ماشي تاع الضوء نورمال غلطه لا يبقى شاعل نورمالمون ها علاش عندك باش من واحد سمانه 10 ايام هاي باش نثبتوا قال لك فيزيبل كيفاش فيزيبل هذا في التور تاعو ما كانش ضوء عنده ديسكي دي جو اكثر من 10 ايام هو ما كانش ضوء والمات انا تاع دابا كلش كان كيما كان الماء اكثر ما الضوء اهدر اخويا اهدر علاش الماء هو كيما نقولوا مش نحب نبان اي هاك ما تبانش اهدر قلت لك يعني الماء ما كانش خلاه ما نقولوا يعني كيما نقولوا قبل الصيف حاجه قبل الصيف ما كانش خلاه يجي نهار و10 ايام ما كانش خلاه ويسيبوها قليله خلاه ما كانش خلاه الناس كلها يدعاني في الحاجه هذه هاي باينه حاجه باينه سمعنا بها كامل تقدر تقول بس اخويا الضوء وقراف على الماء الماء ما عليهاش هي أزمة وطنية نقول بس هتضونا بلاد طاقة أخويا الضو ما كانش ثم تم المشاريع اللي كيما يقولوا اللي قاعد يحطوا فيها السلع اللي قاعد يجيبوا فيها سلع مغشوشة ما فهمتش أنا ولا يتحرقوا لي فيزيبل ولا لي زامبول ولا لونتروتيان ما كانش من الأخر خلاص كمواطن نقول لك لونتروتيان ما كانش دروك عندك تركب بامبولا في دار طلع لها كل شهرين ثلاث شهور هنا لونتروتيان ما كانش يركب ويروح ما يرجعش بعد عام ولا عامين بيجي ثم كيما كي تقعد ما كانش الضوء يتوقع شويه نقول تقعد الدنيا تخوف شويه بيان سور واحد يقعد يمشي في الظلمه ولا حاجه يتوقع له النوم كيما والماء وعندنا ناس كبار مراد وواحد مش نورمال كيما خلاص الدري صغار ما يقبلش حتى المواطنين ما يقبلهمش هكا اللي عندهم مشاكل زعما ولا حاجه شكون هذا؟ هو الامير القديم تحكي على القديم ما كانش يقابله ما كانش يقابل بالوجوه كيف الناس انت الناس اخويا يروحوا باهي عندهم دي دوموند اخويا تاع اوراقي ولا حاجه هكا تشاكاوي والو بالراد بصح كيما نقولوا فو كونترير كيما نقولوا الناس اللي بصواردها وكذا من هنا يعقبها هي اللي عندها اولويه على المواطن كيما نقولوا باصي وسط المدينه لك والله باينه هذه حاجه باينه يعقبهم الاولين هو بيان سير ربه معروفه
بعرف بشي هذا هو اللي ريب بالدنيا، هو الوالي القديم الوالي هذا وصافا شوية تقدر تقول بس مازلنا ماشينا حتى شيء لاباس الوالي هذا نقولوا وصافا بس مازلنا يا مازلنا ما شفناش بصح لي زونسيا هما اللي خرباها هاي باين لازم يصفي اللي اللي دايرين بها بيان سير هذه حاجه باينه ها يا خويا يمكن يسمعوا الميساج اخويا كاين ناس ناس الخاتم يخدموا اخويا احنا عندنا دوله اخويا عندنا مدى بينا يحسبوهم العباد هذوما اللي يخمجوا الدنيا تما كيما نقولوا يقيسوا شكون يقيسوا المواطن كيما نقولوا اللي عقد وعقد حاله فهمتي هاي حاجه باينه هذه حيقيس واحد زوالي واحد بصورته مش وح مش وح يقدر يقيس وخلاص ميدو ما يقول كونترير يتفاهم معاه بالقص كما انت قلت لي عندهم الدراهم هذوما صافي هذوما محميين ولا كيفاه هذوما سمع عنده الدراهم حاب يقول كيفاش يعني هما هما يعني معرفه وكيما نقولوا ما يمشيش البروسيدير قد قد هما اللي يبداو المشاريع في عنابه روح راح سمو تحب تقول حاجه اخويا نحكيو على عنابه وعلى اه ملاحه في ما الضوء كيف ما زرقوا في الكارتي اذا عنده ما كانش الضوء والله ديما ملاحه عنابه اه ملاحه الضوء في الكارتي اذا عنده ما كانش الضوء فيها ايه هضر هاو الضوء الضوء عندنا لهنا الضوء تاز الضوء تاع الحوانت الضوء تاع الحوانت هو اللي قاعد يخرج قول جي بونس الضوء تاع الحوانت هما اللي قاعد يضويو الطرق لهنا الضوء تاع الطريق اخر هما هما اخر هما هذه ما قدرتيش فيها اه يا خويا اخر هما غنقولها لك من الاخر هاوي ثم دوما الاضواء اللي حطوهم تاع البلديه ثم البيك ولا صديبان ولا رئيس البلديه القديم ولا يبودا لهنايا عند هذوك عامين صاحبي شاشة عندها نهارين برك ثلاث ايام هاي بقبلك قال لي سمانه من يركبوها برك السمانة تحرقت السمانة تحرق عامين ما كانش كي ركبوها تحرقت خمسة مشي عارف خويا يعطيك الصحة تحب تقول حاجة تستاهل الهدر والله قلبك هيا خويا احنا مدعبين كيما نقولوا يعدلوا الحياة فهمتي هذوما اللي داو بصح واللي فسدوا كيما نقولوا يتحاسبوا لازم يتحاسبوا هذوما هذه حاجة باينة خلاص هذاك تروح لديارهم بالك بشكاين مخبيها بيصير اه صحة هي باينة وكل واحد بحكايته معاه هذا مش مات شكارة مالا باينة خلاص هي لازم لازم يتحاسب اي واحد كيما كا خويا هي الناس الكل مضرورة انت يخلص هذه هي كاين عدالة خويا يخلص كيما يخلص يخلص عند العدالة باينة يخلص عند ربي عند عدالة برك ولا لا السن بالسن والبدو اظلم بلا هما اللي بداوا خويا يكروشوا مكة خويا صح ابسط حاجة ما كانش ضو ما كانش ما كانش طريق مكسره يمدوا فو بروجي يعطيهم بروجي تعطيهم الدوله كيما يقولوا دعم يديروا فو بروجي كلش ليسونس كلش مدرح اخويا مطروطوارات كش ما لقيتي انت طروطوار يديروه بالقدرون اه الناس اخويا في بلعباس تما خادمينهم بالكرلاج برومي شوا اخويا يجي يدير لك انت قدرون يجي يدير لك هذايا طامبون هذا تصب عليه النو يدوب كي شيكولا هي مش خدمه اخرى بعديك كي يجي يدي البري يدي لاصوم اخويا يداها شي خلاع نقول لك اخويا دور شوف انا مصطاد برك الحكايه تاع 60 مليار هذيك يتبان كل البلديه عنبه نقول لك بدرك بلديه عنبه مش قايمه من الوجه سيتي نرشي توتال بالاخر بلديه عنبه مش قايمه من الوجه بيان سور المسؤول هو كان معروف يوسف شوشان كان هو اللي سني على البروجي كان يمد كان يختار اصحابه ولا المعارفه ما شفنا حد شيء ما شفنا حد شيء سني على البروجي سني البروجي اللي مني متفهم لي بروجي اللي مني متفهم لي بروجي سلام متفهم باش في والو قالت في حاجه في عنابه حاجه ما تصلح دوار في دشره دوار في دشره عنابه شوف زيرو بلديه عنابه زيرو هكا او باين الشيء اللي داروا باين الشيء اللي كيما نقولوا رئيس الجمهوريه مخدعناها وواقف عليها باتم الكلمه رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون قايم بها باتم الكلمه ها مي هلا غادي ما كانش نطلبوا بالمحاسبه ما كانش المحاسبه ياتي بالمحاسبه لازم نحاسبوها مادام حاسبوها حاجه باينه هكا هدرت عليه رئيس البلدية هذا اللي نحاوى هذا والله ما نعرفه حتى في وجهه صدقني بربي والله 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 ما نعرف بتسم انت ما تسمع اسكو عندي حق نروح نقابل رئيس البلدية ولا ما عنديش حق عندك الحق وي ها مي ما نعرفه ثم انت ما سمعت عليه غير عنده عامين عامين وفي عندنا ثلاثة قول ها والله ما على بالي بها والله ما نعرفه حتى في وجهه ثم انت ما سمعت عليه الحكايات ما سمعت عليه حتى شي ما نعرفه من الخدمة تاعو كمسؤول لا الميداني لعبتك
الميدان الى عتلك بدي رئيس البلديه ما كان والو زيرو في زيرو خدمه ديك تاع ديسنافني هذيك تاع 60 مليار هذيك بدون فينيل وكميه ميكا 60 مليار وطرف جنينه الناس كلها يمحلبوا عبالها خويا مالا حتى السبغه يصبغوا بها تلطوالات مالا فينيل هذه مش سير راه شوف اخويا البرودوي اخويا نورمالمون يخرجوا دي كونترولير يشوفوا الخدمه تاعو دي كونترولير يكونتروليو الخدمه اللي يخدمها في الكاريير تاعو ويحاسبوا عليها والصورد وين راحوا هذه هي برك سيتو ثم هو وجماعة المقاولين يعطاه لهم بينسير بينسير وما يقدرش يمشي وحده هو بجماعته باينه باه يحاسبوه وحده ثم ما داروا والو ثم ونديري الراس الكبير بركة حتى جماعته كي يطيروا الراس هذاك ويبقى وتبقى جماعته حاكمه هما زالت الحياه كيما نقولوا تزيد الدور هاي باينه حاجه دي مي لقاو لا تراس جو بونفي تلقاوها لا تراس بينسير كلش باللي بريف على خاطر كلش باين كلش باين لي فاكتير والكونترول درك كونترول لاصون كيما نقولوا لي برودوي خدمتيهم اسكو باللاصون هذيا ولا لا فهمتي درك ماشي نتايا كيما نقولوا تروطوار قد من هنا اللي كاتشو معها تقول لي زوز ملاير هاي ما جاتش هاي ما جاتش زوز ملاير امبوسيبل هما يفاكتيروها بيان سور يشيفريو يشيفريو ولو فهمني سيد عملي دي طايلي كيفاش يعملوا هما ابيبري هكا بقيتكم مشروع بسومه يولي بسومه ولا درك يمدوا كيما نقولوا يديو مشروع هذا المشروع هذا كيما نقولوا هو كيما نقولوا يعطيهم مده محدده يخدموه فيها 6 اشهر نقول ايوا المده المحدده هذيك 6 اشهر تولي عامين فهمتي يتلعبوا بالوقت ايوا باسكو ما فيهاش كونترول ما فيهاش واحد هكا جيني سيفيل يروح يشوف فهمتي تكنيسيان تاع كونترول تاع سبيسيال كونترول تاع الخدمه هذيك ولا اللي يروح هذاك بدات كومبليس معاهم هاي زيماه اللعبه ما كيما كما هاي باينه كل واحد كيما نقولوا باللي جوار تاعو فهمتي ثم يختاروا لي جوار قبل ما يدخل هاي باينه باينه وكاين لي زون عندك لي زونفلوب لي زونفلوب كاينه هات لي نشوف واش عندك هذوك الابيض معليش تجيب انا نحب نشوفهم برك نخدمك شويه معليش اسمح لي جيب لي انواع كل جاب تبعني برك انا باش قال نعذر سيجيب لي لونفلوب الاخرى هذه ثم حكاية تاع لي زونفلوب من بعد جبد لي واحدة صفرا وكاينة الحمراء وكاينة البيضاء واحدة برك معليش تعبتك معليش جيب لي اونفلوب هذيك قبل ما تفضل الفيديو انا الحكاية البروجيات كيفاش يمشيو لهنا بلي زونفلوب هكا في بعضها واحدة ما حبش تخرج هادي وهادي ثم كاينة هادي اونفلوب كيما هادي ثم كاينة الصفرا يحكيو على الصفرا و لابار دو فلان وفضت هذه هي الحكاية وكاينة هادي ما هي تاع بريات معليش المهم هذيك على صم رقيقة وهذيك على صداها ثم هكا يخدموا لي بروجيات بالزونفلوب تحط الانفلوب باسم الانسان الفلاني وفضت يسني عليها سي بون دا البروجي ودا التشيب تاعو هذاك هو هذه هو ماشي الحال كيما هكا واش حد يعني يا خويا يعطيك الصحة وش المهم احنا نوصلوا لبشي ميساج هذا ما يوصل الميساج هما على بالهم مي المشكلة ما على باليش هنا شكون هو المسؤول يضرب الطابلة باش يركيبي لي حق الشعب خويا على الأقل لا تريك لا